اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. هاد الميساج جاني من واحد السيدة اليوم في الانستغرام، دونك نجاوب عليه في هاد الفيديو، وقلت لها غنجاوب عليه، دونك بقى معايا ونجاوب على هاد. وقبل ما نبدا هاد الفيديو، اي واحد عنده اولى باك علمي، عنده سيزيام علمي او لا باك حر علمي، كنصحو يشري هاد الكورس هذا اللي غادي يسهل عليه المادة ديال الاجتماعيات وتولي ساهلة ويجيب فيها انقطاط في الفروض وفي الجهاوي. اغتنموا الفرصة في هاد العرض هذا، غيسهل عليكم المادة كاملة. اللي بغاه يتواصل مع الرقم هذا ولا الرابط اللي كاين لتحت. اول نصيحة نعطيها لك هي اعترف بالخوف ديالك، كون منطقي واعترف بالخوف ديالك. دائما خدم المنطق في الحياة. هاد الحاجة اللي كتخوفك واش احتمال كبير انها توقع، ولكن قبل هاد الشي من اكتر المشاكل اللي تديروا الناس اللي كيكونوا مثلا عندهم فروض ولا امتحانات ولا عندهم شي مباراة ولا شي تشالنج ولا شي لعبة، تيكون عندهم واحد الكبت للخوف. راه من اكبر الاخطاء اللي كدير، اعترف بالخوف، صالح مع الذات ديالك. هادو مشاعر ماشي فلسفة، دونك ماشي كتقلب على كيفاش تحيدهم، غيبقاو فيك. خاصك تعترف بهم باش تنساهم، حيت حنا اي حاجة المفتاح او السر في اننا كنعيشوا الحياة وكنتجاوزوا الصعوبات هي اننا كنساوهم. يعني كتنسى شنو وقع. اي حاجة كتعترف بها كتنساها، ومن بعد كيولي ما كيبقاش عندك مشكل وما كتبقاش تخاف. مي من اللي ما كتعترفش بها كحاجة كاينة، تما فين كيوقع المشكل، حيت كتبقى ديما رد ليها البال وما كتنساهاش. هاد اللعبة جيت ننبه اي واحد عنده شي امتحان من هنا لشي وقت، ولا قريب عنده امتحان ولا شي فرض، دونك قلت ضروري نهضر في هاد البلان هذا. فهذا هو اللي بغيت نقول في هاد يعني الموضوع ديال الخوف من الامتحانات، وهذا شي عادي جدا، غير هو اعترف به. ملي غتعترف به غتنساه، وهذا هو المطلوب منك باش تكون اون فورم في نهار الامتحان، هو انك تنسى اي حاجه الا ديك الورقه اللي محطوطه قدامك. نتلاقاو في الفيديو الجاي، متنساوش تفولوني في الانستغرام. الى اللقاء.